طيب دلوقتي الأهلي على قمة مجموعة في دوري أبطال أفريقيا، والترجي التونسي أيضا على قمة مجموعة في دوري أبطال أفريقيا، ووارد أن الاثنين يبقوا في النهائيات. هل شايف أن ممكن الأهلي والترجي يبقوا نهائي؟ وشايف مشوار الأهلي إزاي ومشوار الترجي إزاي في بطولة أفريقيا؟ لا أنا معشر الأهلي والترجي، فما اليوم الفرق المغربية تحسنت وتطور وعندها دوري قوي، الفرق نتاعها فاز بالبطولات الشامبيونز ليج في المواسم الاخيره، الوداد والرجاء. اليوم عندك الفرق الجزائريه مخيفه تحسن وتطور، لهذا ما عادش لازمنا ان البطوله هذه تنحصر بين الترجي والنادي الافريقي او الترجي الرياضي التونسي والنادي الاهلي. الزمالك زاده عنده فرصه كبيره ان شاء الله. طبيعي ان طبعا فرق عربية عندها إمكانية تترشح، رغم أن المجموعات ما يستاهل مجموعة صعبة، لكن أنا عندي ثقة كبيرة مع الترجي الرياضي التونسي إن شاء الله باش يلعب الأدوار الأولى. طبيعي أن الأهلي لازم يكون موجود في النصف النهائي أو النهائي، لأنه حاليا من أفضل الفرق العربية، والموسم الأخيرة هو يفوز بالبطولة هذه، وثلاث مرات تقريبا وصل للدور النهائي في المناسبتين وخير المناسبة الأخيرة، ويبقى الفريق اللي لازم تخاف منه ولو حتى مش في أحسن حالاته، لازم تخاف من نادي الأهلي لأنه رد الفعل نتاعه دائما تكون قوية الفريق هذايا. وإن شاء الله معناتها نتمناو أهم شيء أن نشاهدوا بطولة المستوى نتاعها أفضل المواسم الأخيرة. وأنا اللي نلوم عليه بالنسبة لي أنا رئيس الاتحاد الأفريقي أنه لازم يفكر في تطوير الشامبيونز ليج. طيب يعطي أكثر إمكانيات في الشامبيونز ليج.